20/5/2012، آثار الدمار في مدينة ثقبة المحتلة من عصابات الأسد. هنا القصف العشوائي العنيف الذي يأتي بالهواء وبالدبابات وبالأسلحة الثقيلة. 20/5/2012، الله لا يوفقك يا بشار الأسد. آثار القصف المدفعي العنيف. الله لا يوفقك يا بشار الأسد. الله لا يوفقك، إن شاء الله بنعدم أولادك يا بشار. 20/5/2012، خطة محتلة. الله يعني بالهواء وبالأسلحة الثقيلة. إن شاء الله بتعدم أولادك يا بشار الأسد. هيا آثار القذف. وين مراقبين عنون؟ وينون؟ طرشون ولا عميون؟ ما بيجي بيشوفوه؟ أقسم بالله العظيم أننا سنلتقي مشرفة بشار الأسد.